بكم إلى موجز أخبار الآن. تبنى تنظيم داعش الهجمات الانتحارية الثلاثة التي استهدفت مقر قيادة شرطة دمشق في وسط العاصمة السورية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح. وأقدم ثلاثة انتحاريين على تفجير أنفسهم قرب مركز قيادة شرطة دمشق في هجوم هو الثاني من نوعه على مقر أمني في العاصمة في أقل من أسبوعين. ووفق تلفزيون النظام، فإن حرس المقر قام بالاشتباك مع الانتحاريين مما اضطرهم لتفجير أنفسهم قبل الدخول إلى قيادة الشرطة. اعتبر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية يشكل خطوة محورية في تحديد أهم مصادر الإرهاب في المنطقة والعالم. وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن أحد كبار مساعدي المرشد الأعلى علي خامنئي حذر الولايات المتحدة من هذا التصنيف، وقال إن كل الخيارات مطروحة بالنسبة لإيران. بدأت منظمة الصحة العالمية ثاني أكبر حملة من نوعها في العالم للتطعيم الفموي ضد الكوليرا، وذلك لحماية الآلاف من لاجئي أقلية الروهينجا في بنغلاديش والتي فروا إليها هربا من العنف في ميانمار. وقالت المنظمة الدولية في تقرير لها إنه تم حشد المئات من المتطوعين وتدريبهم من أجل تنفيذ مهمة تطعيم أكثر من 650 ألف من الرجال والنساء والأطفال، وتسليم حوالي 900 ألف جرعة من اللقاح الذي يعطى عن طريق الفم. احتجت الصين على اقتراب سفينة تابعة للبحرية الأمريكية من بحر الصين الجنوبي الذي تزعم السيادة عليه، قائلة إنها ستواصل اتخاذ إجراءات لحماية مصالح بكين في المجرى المائي الحيوي الذي تطالب به عدة دول. ونددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بهذه التحركات التي قالت إنها خطرة وتنتهك سيادة الصين وتبحر سفن البحرية الأمريكية بانتظام في بحر الصين الجنوبي لتأكيد حرية الملاحة. أمهل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي رئيس إقليم كاتالونيا الانفصالي مهلة لتوضيح موقفه من مسألة الإعلان عن الاستقلال. وقال مصدر حكومي إنه إذا أكد كارلس بوتشيمونت أن الإقليم انفصل عن إسبانيا فإن الحكومة ستمهله 5 أيام إضافية تنتهي في 19 من تشرين الأول أكتوبر لإعادة النظر قبل أن يتم تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.